القصة التانية قصة مهمة جدا وهنقولها لكم بالأرقام. احنا هنا ناقشنا في حديث القاهرة أكتر من مرة إن العمليات القاسية جدا للتخلص من كلاب الشوارع كلنا رفضنا، ومع التعديلات القانونية اللي بتخلي في تعامل أرحم وأفضل وفي أماكن لإيواء هذه الكلاب اللي موجودة في الشوارع، بدل ما يا إما الأهالي بيسموهم يا إما عارفين الحملات للتخلص منهم بتطلع تعمل إيه، كل ده إحنا معاه. لكن الأرقام بتقول إن عمليات العقر اللي بتتم في الشوارع من الكلاب الضالة ما هياش قليلة برضو، يعني وفق آخر إحصاء من سنتين لعدد الكلاب اللي موجودة في الشوارع كانت وصلت لعشرين مليون. يا ترى أخبارها إيه حالياً؟ لسه مش ما عندناش الرقم الحقيقي اللي نقوله في 2024. حالات العقر كانت موجودة في الإحصائية دي اللي تم إعلانها من 400 ل 450 ألف بلاغ في السنة، ده رقم كبير جداً. دي كلها أشياء، وعلشان نوفر الأمصال في وسط الأزمات اللي إحنا فيها دي بعد عملية العقر، علشان الناس اللي بتتعرض لهذه العملية لازم تاخد المصل، تصوروا على الأقل بتكلف 146 مليون جنيه، ده كان آخر رقم في 2019. دلوقتي وصلت لكام؟ آخر رقم لسه ما تمش حصره. لكن الأهم من ده بقى، ما نخلينا مع الوقاية أحسن من العلاج. لو وانت ماشي في الشارع طلع قدامك كلب وفعلا مفيش مفر من هذه المواجهة، تعمل إيه؟ لو اتعضيت تعمل ايه؟ كل الحاجات دي هنعرفها من خلال ضيفنا عبر زوم الدكتور هيثم جنيدي، امين الصندوق المساعد بنقابه الاطباء البيطريين. يا دكتور مساء الخير. مساء النور يا فندم. دكتور هيثم، موضوع في غايه الاهميه، لكن قبل ما اتكلم في عمليه العض، هل في مؤشرات معينه اقدر افهمها لما الاقي قدامي كلب اعرف اذا كان الكلب ده هيهاجمني ولا مش هيهاجمني، ولا اي كلب معناه ان هو ممكن يهاجمك في الشارع؟ لا، هو مبدئيا طبعا احنا عندنا سلوك للاسف في بعض الاماكن، ان لما بيجي كلب انت بتحاول انت اللي تهاجم تخاف منه. اهم حاجه عشان لو لقيت كلب، اهم حاجه ان انا ازاي يبقى فيه وقايه. اول حاجه الكلب بيحس بالخوف، لو حس بخوفك يشم ريحه الخوف اللي هو هرمون الادرينالين. فممكن بحاجه بسيطه جدا ان الواحد يجي على طرف لسانه، يتك على طرف لسانه، بحيث ان هرمون الادرينالين ده لما بيفرز في الجسم الكلب بيشمه. تاني نقطة ودي مهمة، إن أنا ما أبصش عيني في عين الكلب، يعني الواحد بيبص عين في عين الكلب، الكلب بيحس إن أنت بتتحداه، فبالتالي ممكن يبدأ يهاجمه، فيبقى أنا مبدئياً ما ينفعش إن أنا أبص يبقى عيني في عينه. النقطة التالتة والأهم، إن أنا ممكن أخلي الكلب يبقى في جنب، يعني أبص له بالجنب، ما يبقاش إن أنا موازي ليه. الكلب لو حس إن أنت موازي ليه بيحس إن أنت بيشوفك حاجة كبيرة وبيحس إن أنت خاطر عليه. فبالتالي انا بحاول ابينه ان انا مش هبس الايه خطر عليه. النقطه الاهم، لو افترضنا ان بعد ده كله انا عملت ثاني وبصيت ما بصيتش للكلب، وبرضه الكلب يعني للاسف في صعاب وعايز يهاجم، ابسط حاجه واهم نقطه ان انا بحميها هي الجزء بتاع المخ. كل ما كانت العضله بعيده عن مخ الانسان بيبقى الايه الخطوره اقل، يعني ان انا على الاقل احمي راسي بحيث ان لو اتعضت في اي جسم في اي جزء من الجسم بيبقى يمثلش خطوره، كل ما العضه بتقرب من مخ الانسان بيبقى فيه خطوره على الانسان. طيب قبل ما اجي لبقيه التفاصيل في الجزئيه دي اعمل ايه؟ هي خلينا ناخدها مرحله مرحله. حضرتك قلت لو انا ماشي جنب كلب وحسيت بقلق هجز على اسناني علشان الادرينالين يخف شويه ما يشمهوش. على طرف اسناني اللي قدام؟ تمام، يعني طرف اللسان بعض لساني، انا اللسان بتعض لسانك، فساعتها تقلل هرمون الادرينالين فالكلب ما يشمهوش فما يحسش بخوفك. تاني حاجه، ما تبصش تماما في عين الكلب علشان ما يحسش ان انت بتتحداه. تالت حاجه، ما تبصلوش مباشره وخليك بالورب بالجنب. كل ده كان تمام. لو حصل بقى بعد انا ما عملت ده كله الكلب هاجمني، في ناس بتجري اول ما تلاقي الكلب بيجري عليها، وفي ناس بتهاجم تضرب، هي كمان بتدخل كانها داخله معركه، وفي ناس بتصرخ، وفي بنشوف ردود افعال كتيره جدا. اول رد فعل علشان اقلل من الخسائر اعمل ايه لو هاجمني كلب؟ لو انا افترضت ان الكلب فعلا خلاص في مهاجمه وهيهاجمني، ان انا احمي الجزء اللي هو الدماغ. كل ما العضه كانت بعيده عن المخ فده بيبقى بيقلل الخطوره. فانا اول خلاص ان الكلب اوريدي خلاص هيعضني للاسف، وانا مش قادر اعمل اي حاجه، والواحد مفيش حد ينجدني او يساعدني،
بحمي راسي، يعني بحل بحمي حضرتك شرحتها لنا. بناخد وضع ان احنا نحمي الدماغ عشان الاصابه لو جت في المخ او الدماغ بيبقى صعب معالجتها. طب هل في رد فعل الجري ده حاجه ممكن تستفز الكلب برضو، او الهجوم على الكلب؟ اكيد ممكن يوسع الاضرار. ان انا اجري، ان انا ظهرت خوفي وان انا جريت، الكلب ممكن يهاجمني اكتر. انا لو انا اتبعت التعليمات اللي انا قلتها وحاولت اعملها، اكيد الكلب مش هيهاجمني. طيب. انما لو انا الكلب حاسس بالخوف وحاسس ان انت فعلا خايف منه وان انت هتبدا تجري، ممكن هو يبدا يهاجم. طيب انا غطيت دماغي علشان ما يجيش فيها، اول حاجه عملتها ده طالما كده كده هتهاجم يعني. هل بقى ساعتها الكلب عض في الايد في الرجل ايا كان، ايه ازاي بقى؟ اول حاجه لازم على طول اقرب مستشفى لازم اخد العقار. دلوقتي كان زمان الجرعات بتبقى العدد كبير، دلوقتي الجرعات بتوصل لخمس جرعات، فلازم في خلال 24 ساعة أكون خدت العقار. في خلال 24 ساعة، يعني ما استناش بعد يومين ثلاثة وأحس فيه ألم أو مش ألم، لا، في خلال 24 ساعة أكون أروح لأقرب مستشفى. آخد أول مصر. باخد في نفس اليوم، وبعد ثلاث أيام، سبعة أيام، 14 يوم، 28 يوم. طبعًا أنا كل المستشفيات بتديك كارت متابعة ولازم تنتظم بيه، يعني مفيش حاجة اسمها يقول لي إيه أنا خدت جرعتين وحسيت إن أنا كويس فمش هكمل، لا، الخمس جرعات لازم يتاخد. يمكن وزاره الصحه موفره كل المستشفيات الحكوميه، مفيش مستشفى ده زي المضاد الحيوي بالظبط، طالما بداته لازم تخففه علشان ما يجيلكش مشكلات كتير. طب بالزبط. انا بالظبط تمام. ده بالنسبه للكلب، وده اللي اتعامل فيه بعد العض. انا عندي سؤال بصراحه قبل ما اختم معاك يا دكتور، هل في حاجه فعلا اسمها عضه القطه وسعار القطه والقطط بتعض ولا لا؟ مظبوط، هو مرض السعار او البيبس ده مشهور في الكلاب، في القطط، في الثعالب، بس هو طبعا احنا يمكن الكلاب هي اشهرهم في مصر، بس القطط نفس القصه، بيتنقل برضه نفس القصه، هو عن طريق العض او الخربشه، عن طريق اللعاب. فلازم برضه من الاحتياطات اللي لازم الانسان يكون عارفها، ان اي حد عنده قطه او كلب لازم ان هو يعني يحصنه بسعار. بايه؟ السعار، لازم تحصين السعار، وده يمكن برضه الدوله بتحاول توفره. يمكن في اكثر من نص مليون جرعه سنويا بيتحصن بها الكلاب والقطط في مصر.